تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالنور والسرور والعافية، ودائما نصبح عليكم بروح التفاؤل والطاقة الإيجابية. نرحب بكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرحب بفريق الإعداد من هيئة الصحة في دبي، ومعانا في التنسيق والمتابعة الأستاذة إسراء الهاشمي، ومخرجنا المبدع دائما نمر محمد، ومعكم محدثتكم اليوم دكتورة هند العوضي. مستمعين الأعزاء، من خلال برنامج صحة وسعادة أذكركم بتواصلكم معنا وأيضا لملاحظاتكم على الأرقام التالية 600551414 والرسائل النصية القصيرة 4006. قبل ما نبدأ حلقتنا أذكركم بأهم ثلاث طرق لحمايتكم ضد كوفيد-19، ألا وهي حفاظكم على مسافة كافية بينكم بين الآخرين لا تقل عن مترين، حفاظكم على نظافة إيديكم وغسلها باستمرار بالماء والصابون أو بالجل المعقم لمدة لا تقل عن 20 ثانية، إلى جانب ارتدائكم لكماماتكم طوال الوقت وبالطريقة الصحيحة. ومستمعينا، حلقتنا اليوم متنوعة ومليئة بالمواضيع الشيقة والقيمة. اليوم راح تكون عندنا آخر الأخبار الصحية، راح نتحدث عن تهوية الغرف كإجراء وقائي ضروري من كوفيد-19، وأيضا راح نتكلم شوي عن التفكير الإيجابي. بعدين راح تكون معانا اسم الجناحي، راح تحدثنا عن أبرز المواضيع والأخبار اللي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي. راح يكون معانا في خدمات قسم جراحة القلب والصدر، راح نتحدث شوي عن هاي الخدمة اللي توفرها هيئتنا، وراح نتحدث في العلاج الطبيعي عن التأثير السلبي للعاملين عن بعد وطلبة المدارس. وفي ختام حلقتنا راح نتحدث أيضا عن لقاح الإنفلونزا الموسمية ودوره في الحد من مضاعفات هذا المرض. خبرنا المحلي اليوم الأول راح يكون عن أن تهوية الغرف إجراء ضروري للوقاية من فيروس كوفيد-19. طبعا الجميع مثل ما ذكرت لكم صرتوا الحين تعرفون ثلاث طرق الرئيسية والأساسية لحمايتكم ضد هذا الفيروس، ولكن مع زيادة برودة الطقس في بعض المناطق يجب إضافة إجراء ضروري آخر وهي تهوية الغرف. الغرف سيئة التهوية تزيد من احتمالية انتقال العدوى من خلال الهباء الجوي العالق في الهواء، حسب ما يوضح الأخصائي الطبي إيميل رسينجر من مدينة روستوك في ألمانيا. يقول إن الهباء الجوي يعتبر ناقل رئيسي لفيروس كورونا وإن كان بدرجة أقل، مشيرا إلى أن قطيرات الرذاذ الثقيلة، إحنا كلنا نعرف أن الفيروس ينتقل عن طريق الرذاذ الملوث، فهذه القطيرات الثقيلة إذا كانت ثقيلة تتساقط بسرعة على الأرض، وإذا كانت خفيفة بتظل لفترة أطول من الوقت وبالتالي ينتشر في الغرف وخصوصا إذا كانت مغلقة. لذلك يوصينا المعهد الألماني للسلامة والصحة المهنية بتهوية الغرفة لمدة 3 إلى 10 دقائق في المرة الواحدة، يعتمد على مدة جلوس الأشخاص فيها، وبالنسبة لقاعات الاجتماع يجب أن نهويها لمدة 20 دقيقة، أما في المكاتب فيجب تهويتها لمدة ساعة كاملة بحسب عدد الأشخاص الموجودين فيها. وخبرنا الثاني يتحدث عن التفكير الإيجابي يقلل من تدهور الذاكرة. وجدت دراسة جديدة نشرت في دورية Psychological Science أن الأشخاص الذين يشعرون بالحماسة والبهجة، ما يسميه العلماء التأثير الإيجابي، أقل احتمالية في المرور بتجربة تدهور الذاكرة مع التقدم في العمر. وهذه النتيجة تضيف إلى مجموعة متزايدة من الأبحاث حول الدور التأثير الإيجابي في الشيخوخة الصحية. وقام الباحثون بفحص الصلة بين التأثير الإيجابي وتدهور الذاكرة بالوضع في الاعتبار للسن والجنس والتعليم والاكتئاب والتأثير السلبي. وقالت إيميلي هيتنر الحاصلة على دكتوراه من جامعة نورث وسترن المؤلفة الرئيسية للدراسة أن الأفراد الذين يتمتعون بمستويات مرتفعة من التأثير الإيجابي تراجعت الذاكرة لديهم بشكل أقل على مدار عقد من الزمن.
هذا معناته مستمعينا نحن دائما لازم نحافظ على التفكير الإيجابي ونحافظ على طاقتنا الإيجابية. وما أن اليوم بعد الخميس الونيس، فأذكركم أنكم زيدوا من طاقتكم الإيجابية، استغلوا هذا الويكند في عمل بعض الأكتيفيتيز والنشاطات المختلفة، وحرصوا دائما على طاقتكم الإيجابية. معانا الآن من نستضيف معانا أسماء الجناحي، مسؤولة السوشيال ميديا في هيئة الصحة في دبي. صباح الخير أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور دكتورة، عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. لو تخبرينا شوي عن آخر المستجدات والأخبار اللي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي. نحن كنا عارضين أمس سؤال في قنوات التواصل الاجتماعي على كلمة تويتر وإنستغرام، السؤال يقول كثرة العطش هي علامة تحذيرية محتملة لمرض السكري. بصراحة اكتشفنا أن بس تقريبا 69% من الانستغرام جاوبوا الإجابة الصحيحة و67% من تويتر الإجابة هي صحيح، لكن في 33% قالوا أن هي معلومة غير صحيحة، ولكن المعلومة صحيحة. يعني كثرة العطش هي أحد العلامات التحذيرية المحتملة لمرض السكري. اليوم نحن حاطين أيضا سؤال ثاني يقول الأشخاص المصابون بالسكري غالبا ما يفقدون حاسة الشم، وبنشوف الإجابات تطلع معانا لين باكر. هاي بالنسبة للأمور اللي لها علاقة بقنوة بمرض السكري. أيضا نحن ننوه للجميع بأن يوم التاريخ 15 الباب الرئيسي اللي على شارع أبو بكر الصديق سيكون مغلق اعتبارا من تاريخ 15، فنتمنى من الجميع المتعاملين اللي بيروحوا مستشفى دبي يستخدمون مدخل اللي موجود على شارع البراحة ومدخل اللي موجود على شارع الخليج. أيضا حملات تطعيم الإنفلونزا مستمرة في الجهات الحكومية، وكانوا يوم أمس موجودين في الدفاع المدني في دبي. الويكند جاي ونتمنى من الجميع أخذ الحيطة والحذر وأخذ كل جميع الاحترازات، وأهم شيء التباعد الجسدي بينه وبين الآخرين وغسل يدين وعدم لمس الأنف والعين والفم بدون تعقيم اليدين أو غسلهما. ونتمنى لكم إجازة سعيدة ودمتم بالصحة والسعادة. شكراً أسماء الجناحي على هذه الأخبار الشيقة. ونذكر مستمعينا أيضاً بما زلنا إحنا في تحدي دبي للياقة 30-30، استغلوا هذا الويكند في زيادة نشاطكم البدني. نعرف إحنا النشاط البدني يساعد كثير في حفاظ مو فقط على صحتكم الجسدية ولكن أيضاً النفسية. أعزائي المستمعين، رح نطلع الحين إلى فاصل، وبعد الفاصل رح نتحدث عن خدمات قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى دبي. فاصل قصير وبنرجع لكم مستمعينا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم في برنامجكم صحة وسعادة، تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أذكركم بأرقام التواصل معنا 600551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى دبي يعتبر أحد الأقسام الطبية المتميزة التي تقدم خدماتها الطبية للمرضى وفقا لأحدث الممارسات والبروتوكولات الطبية العالمية، ومن خلال نخبة من الكوادر الطبية المؤهلة والقادرة على التعامل مع مختلف الحالات المرضية المعقدة. للحديث عن هذا القسم يسرنا أن يكون معانا عبر الهاتف اليوم دكتور محمد عبد الله طاهر، استشاري جراحة القلب والصدر بمستشفى دبي. صباح الخير دكتور. صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم وأسعد أوقات مشاهدوكم ومستمعيكم. دكتور، لو شوية تعطينا فكرة عامة عن الخدمات اللي يقدمها القسم عندنا. الحقيقة قسم جراحة القلب والصدر في مستشفى دبي مقسوم إلى قسمين رئيسيين، قسم جراحة القلب وقسم جراحة الصدر. قسم جراحة القلب يتعامل مع حالات القلب المفتوح
تطعيم شرايين القلب المغلقة، كما نتعامل مع عمليات القلب المفتوح لإجراء الصمامات وتغيير الصمامات تبعات القلب. كذلك نقوم بإجراء هذه العمليات عن طريق المنظار، أي التداخل البسيط بدل من فتح الصدر في بعض الحالات طبعا. ونقوم بطبعا مساندة قسم العناية الحثيثة بإجراء الإكمو، وهو جهاز لإمداد الجسم بالأكسجين ولإراحة الرئة والقلب في مراحل متقدمة من المرض، لكي نقوم بعد ذلك بالمرحلة التالية لعلاج المرض. أما قسم جراحة الصدر في مستشفى دبي فهو يقسم إلى قسمين: قسم جراحة الصدر داخل مستشفى دبي، ونقوم بتغطية مستشفى راشد ومستشفى لطيفة. طبعا القسم يتعامل مع حالات متعددة ومختلفة، منها الإصابات التي ناتجة عن الحوادث التي تأتي إلى طوارئ مستشفى راشد، كما نتعامل مع سرطانات الرئة، ونتعامل مع أمراض القصبة الهوائية وأمراض الغدة الزعترية، كما نتعامل مع أمراض المنصف وهي المنطقة الموجودة بين الرئتين والقلب، والتي يمكن بروز بعض الأمراض السرطانية فيها. وكذلك نتعامل مع حالات الحجاب الحاجز وحالات الوهن العضلي ناتج عن وجود ورم في الغدة الزعترية في جدار الصدر، ونتعامل مع تشوهات جدار الصدر بشكل عام. جميل، ما شاء الله، يعني القسم الموجود عندنا في مستشفى دبي متنوع وتقريبا يغطي معظم الحالات المتعلقة بالقلب والصدر دكتور. فلو تحدثنا عن أبرز الحالات المرضية اللي يتعامل معها قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى. طبعا هناك حالات مرضية شائعة، وهناك حالات مرضية عادة تكون نادرة، ونحن نتعامل مع الحالات جميعا بخبرة كافية. ويسعدني أن أتكلم باسم زملائي وهم فريق متميز وكفو. في جراحة القلب أكثر العمليات الدارجة هي عملية تطعيم الشرايين وتغيير الصمامات. أما في جراحة الصدر فنحن نقوم بالتعامل مع حالات سرطان الرئة وحالات الاسترواح الرئوي والمنتشرة بشكل كبير في بين المرضى. حالة الاسترواح الرئوي هي تكون أو تجمع الهواء حول الرئة، يحدث أحيانا نتيجة نزلات البرد، نتيجة الالتهابات العامة للصدر، وفي بعض المهن كالناس المعرضة لتغير الضغط الجوي أثناء عملهم كالطيارين والغواصين وغيرهم. أما بالنسبة لقسم أمراض سرطان الرئة فأنت تعلمين أن سرطان الرئة في دبي بشكل عام عدد الحالات منخفض، وذلك لأن معظم العاملين في دبي أو الذين يعيشون في دبي هم في العمر الأقل من 50 عام، الأقل يعني من 50. فئة العاملة أكثر تكون فئة الشباب عندنا. فئة الشباب أكثر من الفئات العمرية المتقدمة، فتكون حالات سرطان الرئة نادرة. وما نجده من حالات سرطان الرئة عادة المرضى الذين فوق أعمارهم 50 عام أو 55 عام. وطبعا هناك بعض الحالات لدى الشباب، ولكن عدد الحالات قليل بسبب أن الفئة العمرية يعني لا تتناسب مع سرطان الرئة. طبعا علاجكم لهاي الحالات يكون ضمن فريق متكامل من المتخصصين، ليس فقط في قسم جراحة القلب والصدر، ولكن الفريق يكون متكون من الموجودين في القسم العناية المركزة، من الطاقم التخدير وما إلى غيره دكتور. فبالفعل مثل ما أنت قلت، فريق متكامل من المتخصصين يحرصون على تقديم أفضل الخدمات. طبعا احنا اي حالة سرطان سواء سرطان رئة او غير سرطان الرئة نقوم بمناقشتها في اجتماع. هذا الاجتماع يعقد اسبوعيا، يضم اطباء الاشعة والعناية الحديثة واطباء علم الانسجة اللي هو الباثولوجي، واطباء جراحة القلب والصدر، وحتى اذا احتجنا احد الاختصاصات الاخرى كاختصاص الجراحة العامة او الباطنية او غيره نقوم بالاجتماع يوم الاثنين.
ونناقش جميع الحالات قبل إجراء أي عملية جراحية لاتخاذ القرار المناسب في طريقة العلاج. طبعا هذا التعاون بين الجميع الفرق هذا شيء تتميز فيه هيئة الصحة، أن إحنا كلنا نتعاون في سبيل علاج هذه الحالات. الموضوع ما يقتصر على قسم واحد، بل هو عدة أقسام يتعاونون في العلاج. دكتور، لو تكلمنا شوي عن الفئة العمرية الأكثر عرضة لأمراض القلب. الفئة العمرية الأكثر عرضة لأمراض القلب هي الفئة العمرية فوق 50 عاما. فوق 50. طبعا يمكن حدوث هذه الأمراض في الشباب، نجد الكثير من الشباب عندهم مثل هذه الأمراض، ولكن عادة يكون السبب وجود السكري أو وجود أمراض أخرى كارتفاع نسب الدهون في الدم أو لعادات غذائية أو لأسلوب الحياة الذي ينقصه التمارين أو المشي أو حرق الطاقة، فقد تتكون هذه الترسبات الدهنية داخل الشرايين وتؤدي إلى انسدادها. بعض طبعا الأفراد الذين يكون عمرهم أقل من 50 عاما ويعانون من مشاكل الصمامات، عادة يكون عندهم منذ الصغر الروماتيك هارت ديزيز اللي هو عبارة عن روماتيزم القلب. أما الفئة العمرية التي تزيد عن 50 عام عادة بسبب تراكم الدهون والعادات الغذائية الغير صحية، التدخين، قلة الحركة والتمارين الرياضية. ولكن الحمد لله بوجود قسم قلب متخصص يمكن إجراء بعض الدعامات للشرايين دون الحاجة إلى اللجوء إلى الجراحة. وفي حالة اللجوء إلى الجراحة نقوم بإجراء لقاء آخر يوم الأربعاء مع أطباء القلب، حيث أن نناقش كل حالة على حدة، والحالات التي تختار للجراحة نقوم بإجراء العمليات الجراحية لها. ولدى الفريق خبرة كبيرة في إنجاز هذه العمليات، حيث نقوم أسبوعيا بإجراء العديد من هذه العمليات، وكما نقوم إجراء عمليات التسلخ للشريان الأبهر التي تنتج عن ارتفاع ضغط الدم، وعادة ما تكون في التبار السن. دكتور، لو احنا دائما نقول الوقاية خير من العلاج، فتعطينا بعض النصائح ان الاشخاص تسويها عشان تتجنب انها تصاب بأمراض القلب هذه، بعض النصائح اللي تنصحني فيها. طبعا هي نصائح عامة. أول نصيحة، أنا أنصح الناس جميعا بترك التدخين أو الابتعاد بجميع أنواعها. طبعا دكتور، لأن في كثير أنواع طلعت الحين في الوقت الحالي غير عن المتعود عليه، السيجارة، في أنواع أخرى طلعت، السيجار والشيشة والسيجار الإلكتروني وغيره. أريد أن أوضح نقطة هنا، أن هذه الدخان بشكل عام يحتوي على مادة النيكوتين. مادة النيكوتين مسؤولة عن انسداد الشرايين، ولكنها غير مسؤولة عن سرطان الرئة بالمناسبة بنسبة قليلة. ولكن المركبات العطرية الموجودة في هذه السجائر وهذه المنتجات قد تؤدي إلى سرطانات الرئة وسرطان القصبة الهوائية. بالنسبة لأمراض القلب، الابتعاد عن التدخين أولا، ثانيا الابتعاد والتخفيف من الدهنيات بشكل كبير في الغذاء، والقيام بعمل الاكسرسايز أو الجهد الخفيف، فمثلا المشي لمدة 40 دقيقة يوميا، السباحة، إجراء تمارين رياضية قد تساعد بشكل كبير على الحفاظ على عضلة القلب في وضع سليم، والحفاظ على الشرايين دون الانسدادات، وتعود على نسب معينة من التمارين. هذا يؤدي إلى تحسين الجهد لدى الإنسان، فبالتالي لا يعني ما يتعب الإنسان من مثلا مشي لمسافة معينة وكذا. وحين الجو جميل يعني، فننصحهم أن يستغلون هاي الفترة في ممارسة الرياضات الخارجية. طبعا جو دبي دائما جميل، وحتى في الصيف يعني أوقات الحر يستطيع أن يمشي داخل المول، أو يعني حتى لو مشي برا وصار عنده شوية تعرق بيرجع بياخد شاور، ولكن الإكسرسايز مطلوب يوميا. بإمكانه يعمل تريسمن، بإمكانه يروح على أي نادي رياضي، فأنا أنصحهم عادة بهذه الأمور، ولكن الأهم محافظة على العادات الغذائية والابتعاد عن في بعض الفحوصات يقدر الشخص يسويها عشان للكشف المبكر إذا كان هو أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، أو ما في مثل هذا الشيء دكتور؟ طبعا
أول نصيحة أنصح بها الناس إذا كان حصل معه ألم في الصدر أن لا يتجاهل ذلك، يذهب إلى المستشفى بشكل فوري، نقوم بإجراء تخطيط للقلب، ثم نقوم بعمل إنزيمات معينة، إنزيم اسمه تروبونين، تروبونين سي وتي، هذول these enzymes أو هذول الإنزيمات تعطيك فكرة عن الفيابيليتي تبع عضلات القلب، وتعطينا فكرة إذا كان هناك انسداد في الشرايين، وهذه فكرة مبدئية. ثم نقوم بإجراء فحص الإيكو أو التصوير السونار الصوتي للصدر والقلب لنتعرف على إذا كان هناك مناطق من عضلة القلب لا تعمل بشكل جيد. وفي بعض طبعا نقوم بإعادة هذه الفحوصات في خلال نفس اليوم عدة مرات. إذا لاحظنا ارتفاع في مستوى إنزيمات القلب نحول المريض إلى طبيب القلب المختص لإجراء عملية القسطرة أو التضليع الشرياني لاكتشاف إذا كان هناك انسداد في الشرايين، وهذا الفحص المبكر قد يؤدي إلى عملية جراحية أو دعامة تحفظ جسم المريض وتحفظ المريض من التدهور من تدهور حالة. دكتور محمد عبد الله طاهر، الحديث معك جدا شيق وممتع، شكرا على وقتك القيم وعلى معلوماتك الجدا قيمة، نكمل حوارنا في وقت آخر إن شاء الله. شكرا لكم وشكرا على الاستضافة، وكل عام وأنتم بخير. مستمعين بناخذ فاصل بنرجع لكم مع مصطلحنا الطبي. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم في برنامجنا صحة وسعادة، تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أذكركم بأرقام التواصل معنا 600-551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. مصطلحنا الطبي اليوم يقول الصداع النصفي. الصداع النصفي يسبب ألم خافقا أو إحساسا بالنبض، وعادة ما يقتصر على أحد جانبي الرأس، وغالبا ما يصحبه غثيان أو قيء وحساسية مفرطة من الضوء والصوت. يمكن لنوبات الصداع النصفي أو أيضا نسميها نوبات الشقيقة أن تسبب ألم شديد تستمر لساعات أو حتى أيام، ممكن أن تصل شدتها إلى التعارض أن ما تخليك تمارس أنشطتك اليومية، وقد تكون هناك أعراض تحذيرية قبل ما يجيك هذا الصداع اللي هو اضطرابات بصرية كومضات ضوئية أو بقع عمياء أو اضطرابات أخرى مثل الشعور بالتنميل في أحد جانبي وجهك أو في الذراع أو الساق وصعوبة في التحدث. طبعا هناك أدوية قد تساعدك في التغلب على هذا الصداع، وأيضا تقدر تغير بعض من أنماط حياتك الصحية للتغلب على هذا الصداع، ودائما إحنا ننصحك أنك تستشير الطبيب المختص إذا كنت تعاني من الصداع النصفي. لا شك بأن جائحة كوفيد-19 وما يترتب عليها من قرارات في معظم دول العالم بتحويل العمل والتعليم إلى عن بعد، وقد أثر هذا بشكل مباشر على صحة الأفراد، وخصوصا بسبب جلوسهم في المنازل لساعات طويلة دون مراعاة لأوضاعهم الصحيحة للجلوس، مما قد يسبب لهم آلام في العنق والظهر وما غير ذلك. للحديث عن هذا الموضوع صرنا نستضيف معنا عبر الهاتف أخصائي العلاج الطبيعي إصابات الملاعب بمركز العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل الأستاذ عصام الميخي. صباح الخير أستاذ. يا صباح النور. لو تحدثنا شوي أستاذي عن بداية الآثار السلبية للجلوس الغير صحي لفترات طويلة. أولا صباح الخير لكم وللمستمعين الكرام. الموضوع هذا طويل، وخصوصا انه احنا الان يعني عم نستقبل نتائج 6 شهور او اكثر او 7 شهور. في البدايه احنا كنا وما زلنا يعني كنا لما كنا نطلع ونسوي اللي هي البرامج اللي هي بسموها الاويرنس بروجرامز اللي هي البرامج التوعويه، كنا نسير لهم الى المكاتب والى الى المؤسسات والى الشركات ونعمل احنا فحص اوكي جميل. ونرتب لهم ارتفاع الكمبيوتر، الارتفاع الكرسي على المكتب، المكتب مناسب ولا غير مناسب، لانه كان وهذا الموضوع يعني حسن كثير من
الفيدباك انه بطلنا نستقبل حالات الم اسفل الظهر والرقبه والذراعين. الان لما الموضوع انتقل للبيوت والمنازل صار في يعني مشاهدات عجيبه. مثل اللي بيشتغل على الكاوتش واللي يشتغل على السرير واللابتوب والموبايل، لدرجة انه احنا في الاونة الاخيرة صار في عندنا مصطلح علمي اسمه تكست نك. يعني الرقبة اللي هي اللي هو تكستينج، اللي هو المسجات تبعت الموبايلات. ف يعني الملاحظ انه دائما الموبايل تحت والراس هو اللي ينزل على الموبايل. والاصابع شغالة وساعات طبعا. فطلع مصطلح اسمه تكست نك، يعني صورة الأشعة بتكون يعني مقلوبة تماما بالنسبة للفقرات السبعة اللي هي الفقرات السيرفايكال سباين. هذا شيء جديد يعني جديد. مصطلح صار جديد على الساحة عندنا. الآن صار في عندك حتى إنه يعني الكبار ممكن إنك أنت مثلا توعي، لكن للأسف إنه لما خلصت أو يعني قربت الجائحة في أواخرها صارت الناس تيجي عنا وتعاني. وهذا أثر 7 شهور. أوكي؟ نفس الشيء بالنسبة للطلاب. الطلاب لسه أكثر. الطلاب بيخلص الكلاسز ولازم كمان يقعد علشان يسوي البروجكت أو يسوي الهومورك. وبرضه راح يكون يضل قاعد برضه قدام الكمبيوتر ساعات أطول، يعني راح تمتد مرات 12 ساعة بالضبط. يعني هو الطالب كان يروح على المدرسة، كان يرجع، كان يلعب، كان يمشي، كان يسوي اكتيفيتي، هلا نو اكتيفيتي، كل دروسه على الكمبيوتر وكمان واجباته على الكمبيوتر. فالموضوع زاد، والمكان يمكن مو مهيئ بعد استاذي للدراسة اصلا. يعني الان صار انه هذه المشكلة انه انت ما ترومين تروحين البيت عشان تشوفين الكمبيوتر ارتفاعه انخفاضه. وهو اصلا حتى لو عنده مكان مهيئ ما راح يقدر يقعد فيه 12 ساعة، مستحيل. فراح تلاقي انه هو نص الاشياء بيعملها مثلا على اللابتوب. بالضبط. اللابتوب هذا وين؟ اللابتوب هذا في الحضن. وهو وين قاعد؟ يا على السرير يا على الكاوتش. بالضبط. فكل الاشياء تؤدي الى الم في الرقبة، ألم في الأكتاف، ألم أسفل الظهر، والرسغ بعد أستاذي، حتى الرسغ نتيجة الرسغ والمرفق وكل يعني صار في الآن يعني إحنا قلنا أن الجلوس في البيت ممكن هو يخلي مثلا المرضى مرتاحين أو لكن للأسف الإصابات بعدين. هذا نوع. النوع الثاني أنه الناس ما بتطلع برا، الناس ما بتروح على الجيم، الناس بتجيب آلات رياضية داخل المنازل. بالضبط. بمواصفات عجيبة. يعني الكل صار عنده جيم داخل المنزل، يعني هاي المشاهدة لاحظناها كثير في المنازل. المشكلة إنه هو ما عنده إنستركتور يقول له بالضبط. كيف ما يعرفون يستعملون نص الأجهزة اللي شروها. ما يعين عليكي. هاي المصيبة الثانية. انه انت شريت جهاز ودفعت فلوس بالضبط، لكن المشكله كيف تستخدمه، كيف انت تحط الاوزان صحيحه، كيف انت الوضعيه صحيحه، بعد في وضعيات الوقت المناسب. ايه؟ في عندي مرضى بيجي بيقول لي انا التريدميل هذا شيء يعني مش شيء كويس، اذا انت بتقعد تركض ساعتين التريدميل ماكسيمم 15 منت. وبعدين غير اللي هو الـ الآلات الرياضية المنزلية اللي فيها أوزان واللي هي أصلاً صاحبها ما بيعرف كيف إنه هو يرتبها، how to set it down. بالضبط. فبتلاقي إنه هو بيكون شغال مثلاً باليمين واليسار، عنده اليمين هو حضرتها أرجل من اليسار، لأنه هي عبارة عن جسد، هي مش شيء ينشار وينحط، هي عبارة عن نمبر أو عبارة عن يعني كليك معين. فبصير في عنده imbalance، وتصير لهم إصابات خطيرة بعد نتيجة لعدم استيعابهم. yes. انحراف العمود الفقري. وبعدين بصير الولد يشوف الأب مثلا بيشتغل عليه، بصير هو كمان بده يشتغل عليه من غير مراقبة. طبعا المفروض في أعمار معينة لممارسة هاي النوع من الرياضيات، وفي أوزان، في أوزان معينة لأعمار معينة، في أوقات معينة لأعمار معينة، لكن هو الولد نفسه ما بيعرف كيف يعمل ريست للجهاز.
فبتلاقيه بيشتغل على الوزن اللي كان عليه في الأول، اللي هو مين؟ يا الأب يا الأم يا أي حدا كبير. هذه الأشياء إحنا نشوفها الآن يعني بشكل ما كنا نشوفه قبل، إنه أشياء جديدة. الأولاد اللي هم زمان مثلاً كان في عنا إصابات الأولاد، اللي هو بيحمل الشنطة الثقيلة على المدرسة، اللي هو بيحطها على الكتف وبيخلي كتف، اللي هو حجم الكتب، هذا كان يأثر على إنه الولد أو الشاب لازم يحمل الشنطة كلها وزنها حوالي 14 كيلو بيحملها وهو رايح وهو راد، وإذا قلتي له خذ هذه اللي بتنجر جرب العجلات ما برضى ياخذها. طبعا استاذ عصام، طبعا الموضوع جدا شيق معاك، واكيد راح تكون لنا حلقه ثانيه نتكلم بالتفصيل اكثر عنها. في نصيحه اخيره حاب تقولها للمستمعين قبل ما نختم حلقه؟ النصيحه للكبار اللي ما تكون الشغل في البيوت عن بعد، حاول انك انت ما تقعد اكثر من 50 دقيقه، وبعدين قوم بعدها روح على المطبخ، روح اشرب، سوي جولة في البيت، سوي تمارين ستريتشنج اللي هي إطالات جنب الكرسي في نفس الغرفة. أيوة. كل 50 دقيقة زائد. حاول انك انت تتعلم هذا الكلام للأولاد انه بالضبط ما يقعد أكثر من 50 دقيقة ويتعلم كيف يسوي ستريتشنج، موجودة على اليوتيوب. anyone can see it. الثالثة يا جماعة، بليز راقبوا أولادكم وراقبوا أعماركم وأنتوا بتمارسوا الرياضة على الآلات داخل المنازل. أستاذ عصام الميخي، أخصائي علاج الطبيعي وإصابات الملاعب بمركز العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل بدبي، شكرا على وقتك الثمين ومعلوماتك الجدا قيمة، يعطيك العافية. شكرا جزيلا. شكرا. تعتبر الإنفلونزا الموسمية من الأمراض اللي تسببها فيروسات الإنفلونزا وتؤثر بشكل رئيسي على الجهاز التنفسي وخاصة الأنف والبلعوم، وتتراوح الأعراض من الخفيفة للشديدة. ونتعرف أكثر على هذا المرض ودور لقاح الإنفلونزا في الحد من المضاعفات. يسعدني ويشرفني أن يكون معي عبر الهاتف اليوم الدكتور حمد النيل، أخصائي الطب الوقائي وطب المجتمع بهيئة الصحة في دبي. صباح الخير دكتور. صباح النور. نور ليك ولجميع المستمعين. دكتور حمد، لو تحدثنا شوي شو الفرق بين نزلات البرد والإنفلونزا؟ طيب، شكرا جزيلا على الاستضافة وعلى الدعم المجهود المقدر من جانبكم، لأنه احنا بنعتبر توعية المجتمع بالأمراض المختلفة هي شيء مهم جدا، لأنه المجتمع عنده دور كبير جدا في الحماية، في المكافحة، في السيطرة على الانتشار. بالنسبة للإنفلونزا الموسمية ونزلات البرد، طبعا احنا الان يعني حاليا في نفس في الموسم بتاع الانفلونزا الموسمية، نزلات البرد والانفلونزا الموسمية، فمن السهل جدا احنا نقدر نخلط بين الاثنين مع بعض. ليه؟ السبب هو انه في تداخل في الاعراض بيناتهم الاثنين، نفس الاعراض هم بيتشابهوا فيها، لكن هنالك بعض الاختلافات البسيطة جدا اللي ممكن احنا نقولها بشكل مبسط كل المجتمع وكل الناس اللي بيسمعونا خارج الحقل الصحي او الطبي يفهموها، انه عادة نزلات البرد بتكون هي اخف. الاثنين هم امراض فيروسية بتصيب الجهاز التنفسي، ده الشيء اللي هم بيشتركوا فيه وعندهم اعراض متشابهة جدا، لكن اللي بيميز نزلات البرد انه دائما بتكون اعراض اخف كثير. أيوة. وبتكون انه هي خفيفة جدا وما تصيب الجسم بنوع من الإعياء الشديد أو بنوع من المضاعفات الخطيرة، يعني زي آلام الحلق، انسداد بسيط جدا في الأنف، رشح، سعال خفيف، والأهم شيء إنه الحمى بتاعته بتكون حمى خفيفة جدا، يعني مقارنة بالإنفلونزا نعم. أوكي. وأحيانا حتى البنادول العادي، استخدام البنادول جرعة بسيطة يخفف. أما بالنسبة للإنفلونزا الموسمية تختلف شوية، إنه الأعراض بتكون أشد، بيكون معها قشقريرة عالية جدا في الجسم، بيكون في آلام وتعب شديد جدا في الجسم، بتصهر، ما كل الحالات لكن الأغلبية من الحالات، وبيكون هي أحيانا تستدعي إنك تقابل الطبيب، تستدعي إنك أنت تأخذ بعض العلاجات الدائمة للمناعة، وكمان تستدعي جدا إنك أنت يعني تعمل حسابك أو حتى تصل لمرحلة إنك تعزل نفسك من الآخرين نسبة للإعياء. هذه لها مضاعفات بعد دكتور، لو تقول لنا شو هي مضاعفات الإنفلونزا؟
طيب نحن الانفلونزا الموسمية عندها مضاعفات كثيرة جدا. قبل ما نتعرض للمضاعفات بتاعتها دارين نقول شنو عوامل الخطورة بتاعتها، لأنه المضاعفات بتكون مربوطة بعوامل الخطورة بشكل عام. بالضبط. طيب خطورة الانفلونزا دائما بتكون عشان تؤدي للمضاعفات بتكون يعني معتمد اعتماد كلي على مدى يعني صحة جهاز المناعة أو قوة جهاز المناعة أو حساسية جهاز المناعة بتاع الشخص. فدائما بنلقى الناس العمر واحد من عوامل الخطورة، الناس اللي بيكون أعمارهم كبيرة الأعمار أيوة نعم، ووجود أمراض مزمنة للشخص ذاته لأنها هي بشكل غير مباشر بتأثر على المناعة، فدي كلها بنعتبر عوامل خطورة. بالطبع. أو الناس اللي بيكونوا مصابين بأمراض في الجهاز المناعي ذات نفسه يعني. فبتأدي لمضاعفات خطيرة جدا. هي طبعا المضاعفات اللي بيخافوا منها أو الشيء بالنسبة لنا خطيرة جدا هي التهابات الحادة للرئة اللي أيوة. بقول عليها بالنيموني أو التهاب الرئة الحاد. التهاب الرئوي الحاد. التهاب الرئوي الحاد دي واحدة من المشاكل الكبيرة جدا اللي هو بيتأدي لأنه شخص ممكن يصل مرحلة أنه ينوم في المستشفى، وفي بعض الناس بتصل المضاعفات لحد ما يصل العناية المركزة. لا سمح الله، إن شاء الله ربنا يدي العافية والسلامة. وبعد ذلك برضو في بعض الناس اللي بيكون عندهم مشكلة في الربو والحساسية الأزمات دي بتكون بتهيج الحالة بتاعت الأزمات بشكل كبير جدا. في بعض الناس بتأثر لمضاعفات في الأذن الوسطى، هو بتعمل بعضهم الانفلونزا الموسمية ممكن تصل مضاعفات لأنه يحصل تسمم في الدم إذا كان يعني مناعة ضعيفة جدا والتهاب الرئوي كان مصاحب بالتهاب بكتيري آخر. فده بأدي لنا أحيانا في بعض الحالات، ما كل الحالات، في بعض الحالات تسمم في الدم. وأسوأ نوع من أنواع المضاعفات الممكن في بعض الناس بيموت بالإنفلونزا، يبقى الوفاة يعتبر واحد من المضاعفات الخطيرة بالنسبة للإنفلونزا الموسمية. طيب دكتور حدثنا شوي كيفية انتقال الفيروس من شخص إلى آخر. طيب الانتقال لواحدة من الأشياء المهمة طبعا بشكل عام كل أنواع الانتقال للفيروسات في الجهاز التنفسي اللي هو عندنا برضو الآن الكوفيد بنعاني منه والكورونا نفس الشيء هو دائما عبارة عن استنشاق الرذاذ الملوث اللي هو المطاير من الشخص المصاب إذا كان عن طريق العض أو إذا كان عن طريق السعال أو إذا كان عن طريق الكلام المباشر يكون قريب من الشخص الآخر. هذه كلها من الأشياء اللي بتساعد على أنه ينتقل الفيروس بتاع الإنفلونزا الموسمية من شخص مصاب إلى شخص سليم. وبنفس الفكرة أنه يعني العطس والرذاذ والقحة اللي بيطلع منها الفيروس ممكن برضو يكون موجود على الأسطح. أوكي. فبالتالي برضو تلوث الأسطح بيؤدي بصورة غير مباشرة أنك أنت يعني تنتقل لك العدوى ملوثة تنتقل لك العدوى عن طريق ملامسة الفم والأنف. هي نفس الفكرة نفس الطريقة اللي بتنتقل بها كل أنواع الفيروسات المختلفة اللي بتصيب الجهاز التنفسي بشكل مباشر أو غير مباشر. احنا حين عرفنا شو هي الانفلونزا ومضاعفاتها وهي جدا خطيرة، بأكيد يعني في حل لهذا الشيء وفي وقاية أيضا من هذا الشيء اللي هو لقاح الانفلونزا. لو تحدثنا شوي دكتور عن أهمية هذا اللقاح وهل هذا اللقاح آمن أو غير آمن، لو تحدثنا شوي عنه. طيب بالنسبة للانفلونزا الموسمية طرق الوقاية كثيرة جدا اللي هي تعتبر طرق متعددة، يعني اللي هو الإجراءات الاحترازية اللي احنا الآن بنعملها في إنك تعطف بمنديل أو تلبس كمامة أو تباعد، لكن الأهم من ده كله هو الشيء السريع والفعال جدا هو اللقاح زي ما انت ذكرتي. بالضبط. لقاح الانفلونزا هو واحد من اللقاحات المهمة جدا جدا وهو الدور الأساسي فيه هو بيعزز جهاز المناعة. طيب الانفلونزا الآن النوع الآن موجود ومتوفر لكل الناس إنهم يقدروا يتحصلوا على اللقاح بتاع الانفلونزا الموسمي بغطي 4 أنواع من الفيروسات. شو نقصد بـ4 أنواع دكتور؟ طيب وفي نقعد 4 أنواع. الانفلونزا أساسا تسبب فيروسات زي ما أنت ذكرتي في المقدمة الأولى. أنواع الفيروسات اللي بتسبب لنا الانفلونزا للبشر أو لكل الناس هي 3 أنواع: انفلونزا ألف، انفلونزا باء، وانفلونزا جيم اللي هو سي اللي هو بقول عليه أي وبي وسي. تمام. طيب الأي ذاته قاعد يكون عنده أنواع كثيرة جدا. أوكي. يسمى حسب نوع البروتين اللي بغطي الفيروس اللي هو بسموه أنواع H وأنواع N، زي اللي بقول على زمان H1N1 اللي هو بقول على الانفلونزا كانت حادة تحت الطيور. أيوة. خنازير المسميات كلها. طيب نحن بنلقى انه نوع اللقاح المعمول الآن ومتوفر لكل الناس عشان يقدروا يتلقوه بغطي 4 أنواع من السلالات الفيروس الأكثر شيوعاً. هي صحيح. أيوة الأكثر شيوعاً. ونوعين من أنواع الانفلونزا B اللي هو باء
ديل الأكثر شيوعا والهم ديل الحدة بتاعتهم عالية جدا. جميل. وبيسببوا لي حسب الدراسات اللي اتعملت والإحصائيات اللي تريد ديل هم بتكون حدة المرض عالية جدا وأكثر شيوعا وبيدوا لي لمضاعفات خطيرة. فبالتالي وكي تكون عندي لقاح زي ده بيغطيها كل الأنواع المختلفة من السلالات للإنفلونزا ألف وباء يبقى أنا بعتبر إنه أنا غطيت نسبة لا تقل عن 99% من اللقاح من هالأمراض. طبعًا هذا طبعًا هذا يختلف كثير. رح يسألون هل هذا الفيروس الإنفلونزا هو نفس فيروس كوفيد؟ بس دكتور لو توضح لهم إن هذول ما يتشابهون أبدًا، تراهم كل واحد فيهم سلالة مختلفة. أيوة هما نوعين مختلفات تماماً. تماما والسلالتين مختلفات تماما. الإنفلونزا الموسمية هذا عائلة منفصلة، والكورونا هذه عائلة أخرى. جميل. ما في أي علاقة بيناتهم تماما، لا في نوع اللقاح، لا في نوع الفيروس، لا في نوع البروتين بتاعهم. جميل. ولا في نوع الحمض النووي ذاته، في اختلاف تماما بيناتهم. التشابه الوحيد في أشياء بسيطة في الأعراض، وفي أنهم هم الاثنين بيصيبوا الجهاز التنفسي. دكتور حمد النيل، الحديث معك جدا شيق وممتع. في نصيحة أخيرة حابة تقولها للمستمعين؟ والله النصيحة الأخيرة نحن بنقولها نفس الكلام اللي انت شددت عليه، انه انفلونزا التطعيم او اللقاح بتاع الانفلونزا لقاح آمن جدا ومهم جدا. والمفاهيم الشائعة بتاعت انه بيسبب التوحد للأطفال وانه عنده مشكلة في بأثر على المنع، الكلام بكله كلام خير سليم خير صحيح وما تم اي ورد له في المراجع العلمية. فبالتالي نوصل لانه كل الفئات العمرية كل الناس يعني يمشوا ويتلقوا التطعيم بتاع الانفلونزا. دكتور حمد النيل، اخصائي طب الوقاية وطب المجتمع، شكرا على وقتك الثمين ومعلوماتك الجدا قيمة، يعطيك الف عافية. شكرا جزيلا. أعزائنا المستمعين، في ختام حلقتنا نذكركم بضرورة أخذكم لتطعيم لقاح الإنفلونزا، فهو جدا آمن مثل ما ذكرنا الدكتور. نشكر لكم حسن متابعتكم، آملين أن نكون دائما عند حسن ظنكم، والشكر الجزير لفريق الإعداد في أي هيئة الصحة في دبي. كل الشكر لإذاعة نور دبي، مخرجنا المبدع نمر محمد، ودمتم في صحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.